يقول انت اللي تسالي الجمهور، سالهم اي سؤال بخاطرك. أوكي. اتفقنا؟ يلا. انت تسوي مقابلات؟ ايه. ما شاء الله عليك. انت جاي حق شنو مسرحيه الارانب؟ خير؟ خير؟ وش فيك انهبلت؟ عشان اشوف المسرحيه واشوف بدر الشعيبي ورهف كل الممثلين. هاي. شو اخبارك وريان؟ داخل. وريان؟ ما تحبين اكثر واحد بالمسرحيه؟ الارنوب الصغير. ليش جايه مسرحيه الارانب؟ لاني احبك وايد. لاني لا بس غير من تحبين الارانب بس غير. اوكي احب 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 كلهم احبهم. وين تحبين اكثر؟ بدر الشعيبي لانه هو يجمعكم كلكم مع بعض. انتي ورهف. لان اختي يعني شنو اسوي يعني؟ ليش هاي المسرحيه؟ عشانك انتي. ليش هاي مسرحيه الارانب؟ نزلت نفسي مش عارف. انتي ليه جاية تشوفي العرض؟ شو حابة تشوفي فيه؟ عشان اختي، عشان نغير جوبه شوية. انا والله اني امسك لساني في التصوير، ولا والله لو ما في تصوير اعطيك بعض الكلمات اللي راح اخليك تستغرب من وجودها في معاجم اللغة العربية. لانه سمعت انه المسرحية واجد جميلة وممتعة وجيت استمتع بالعرض. ليش تبي تكون مخرج؟ انا ما مخرج، انا جيت مسرحية الارانب لانه خبروني انت ممثلة خطيرة ولازم اجي اشوفك. عمي بدر الشعيبي. بدر الشعيبي؟ ايش كثر تحبينه؟ واجد.